وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا ابن أمير المؤمنين سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء، سيدتي وسيدة نساء العالمين، لعن الله الظالمين لكم، من الأولين والآخرين، ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. أيها الراكب المجد إذا ياما نفحت فيك للسرى مرقال، عجعلا طيبة عجعلا طيبة، عجعلا طيبة ففيها رجال إليها تنتمي البيض والقنا والنبال فإذا استقبلتك تسأل عنا، فإذا استقبلتك تسأل عنا يا عنا من لوي نساؤها والرجال والرجال، فاشرح الحال بالمقال، فاشرح الحال بالمقال، وما ظني يخفى على نزار الحال،
حالوا نادما بينها يا نادما بينها بني الموت هبوا نادما بينها بني الموت هبوا فقد تناهبنكم حداد صقال تلك أشياخكم على الأرض صرعا لم يبرد شفاه منها الزلال ونساء عودتموها المقاصير ما الذي جرى عليهن ونساء عودتموها المقاصير ركبنا النياق وهي هزال هذه زينب زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الريحة أمست اليوم واليتامى عليها يا لقوم تصدق يا الأنذال حملت على الأكوار وله بعد خدورها اللهم ماذا تحمل الأكوى متراك بالله يا الذي يتحث الرجايب متراك بالله يا الذي يتحث الرجايب مديول برحمهم لجلنهم غراي أنا عتبي على السبع الذي بالنجف غاي لو شافني بحسين ما يرضى علي أنا اللي ضيعني الوالي وخلاني غريبة ضيعني الوالي وخلاني غريبة لا أهل عندي ولا بلد يمي عني ايش دعوة يا علي مطول الغابة ما تنجف زينب وهي عدها نساوي حدا حاد الضعون يريد ياخذنا ويمر بكم ما ظنت يا نور العين يمهلنا نواريكم عين شاب حل النوق يحيود وترابيكم أقول أن بلشيت نهضون يا اليوث الوغبغار وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. قال الله العظيم في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. آمنا بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد. صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. من الآيات النازلات في بداية الدعوة التي احتوت عليها السور المكية، هذه الآية القريبة منها في الواقع جاءت من أجل أن تعالج وضعا معينا، ومن أجل أن تخفف على المسلمين وحتى لا يقنطوا من رحمة الله تعالى، لأنه لما جاء النبي صلى الله عليه وآله بدعوته وآمن به من آمن به، بداية الأمر الفقراء، وآمن به المحرومون، وآمن به العبيد، وطبيعي هؤلاء أول من يؤمن بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله، لأن هؤلاء كانوا هم الطبقة المسحوقة بالمجتمع، هم الطبقة المضطهدة، وكل بلاء يصب عليهم، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يحمل عقيدة ويحمل قرآنا يرأف بهؤلاء ويدعو لرحمة هؤلاء ويدعو للمساواة بين البشر ويدعو أن يعطى كل ذي حق حقه. فهذا ترى مو جاي من فراغ ومو جاي من شوي، أن هؤلاء هم الذين يلتحقون بالنبي صلى الله عليه وآله، ويتخلف عنه من سادة قريش. طبيعي السادة يتخلفون، ليش؟ لأن الإيمان بدعوة رسول الله صلى الله عليه وآله يغلق دكاكينهم ويقضي على منافعهم وينزل من مكانتهم المادية الاجتماعية التي كانوا يتمتعون بها في ذلك اليوم. فواجهوا النبي ومن صلى الله عليه وآله، واجهوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن ارتبط به ومن التحق به، حتى ظن هؤلاء الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وآله أنهم بعد خلاص راح يبادوا من على جديد الأرض، وربما يقتل النبي صلى الله عليه وآله أو ينفى ويموت هذا الدين وهذه الدعوة في مهدها،
وتنتهي. يعني لما وصلوا إلى هذه المرحلة من الآيات جاءت هذه الآيات تطرح لهم مواقف وتجارب الأنبياء في الأمم السابقة، وكيف أنهم تعرضوا لبلاء تماما كما تعرض له من كما تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم بالنهاية الله تعالى مكنهم من كل عدو من الأعداء، وأظهر الله أديان الأنبياء التي جاءوا بها وأظهر فكرهم. فجاءت الآيات هنا تبين هالمعنى هذا وتطرح مثالا بمن بنبي من أنبياء أولي العزم، هو نبي الله موسى عليه السلام. والوضع اللي عاش منذ البداية، يعني قبل أن يدعو لنفسه قبل ولادته، لأن فرعون أخبر من قبل المنجمين عنده ومن قبل رجال الدين أن ملكه ينتهي وأن حضارته تزول على يدي فتى يولد في بني إسرائيل، فكان يتتبع الأطفال. هذا المعنى الذي يطرحه القرآن تفصيلا، يذبح أبناءهم ويستحي نساءه، يعني يخلي البنات ويقتل من يقتل الذكور، بمجرد هذا يطلع من بطن أمه يقتل، يقطع رأسه رأسا. شوف الإرهاب وشوف الطغيان شلون إذا يأخذ مداه يتحول الإنسان إلى وحش كاسر، ينسى إنسانيته وينسى الناس من حوله، يموت قلبه. فكان يتتبع الأطفال، يرسل قوابل من جهاز الاستخبارات التابع لحكومة فرعون، نساء قوابل يدخلن البيوت من غير استئذان بمعية الجنود، يكسرون الباب، تدخل النساء تفتش من تفتش نساء البيت، كل بيت تدخله كل فترة بين الفترات من غير سابق انذار، تأتي للنساء تفحص النساء ظهرا لباطن بطنا لظهر، تقلب المرأة إذا عرفوا أنها حامل ينتظر بها إلى أن تضع، إذا ولدت أنثى جازت القنطرة بعد، وإذا ولدت ذكرا شو يسوون فيه؟ يقتلونه أمامها. ذاك اليوم ما عندهم سونار، وإلا كان من الشهر الرابع يقتلها هي وولدها بعد، تنتهي القصة كلها. زين، لا ينتظرون بها إلى ذلك الوقت، يقولون حتى قتل فرعون من الأطفال، تتصور كم الرقم اللي يذكره المفسرون الكشاف الزمخشري، الإمام الزمخشري بالكشاف يقول حتى قتل من الأطفال 90,000 طفل، 90,000 طفل قتله. لكن هو وين يستطيع أحد أن يحارب الله تعالى؟ يستطيع أحد أن يقف في وجه الله تعالى؟ ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يذبح 90,000 من الأطفال من أجل طفل واحد، هذا الطفل يشمل بعناية الله تعالى حتى بالنهاية يطيح بمن؟ يطيح بفرعون وآل فرعون. هي هذه حكمة الله تعالى. هذا الجو اللي نزلت فيه الآيات حتى يخفف على المسلمين ويضرب لهم درس أن الذي يكون مع الله يكون الله معه، الله لا يترك أحدا بحال، بس هي الأمور تمضي لحكمة يريدها الله تعالى، بس احنا كبشر نريد ان نتعجل. شنو؟ ان نتعجل النتيجة، نريد ان نتعجل اقتطاف الثمرة، والحل هذا بيد الله عز وجل. الله تعالى متى ما يرى ان قطف الثمرة سانح
هو سيهيئ لنا ماذا؟ أن نقطف الثمرة. طالما ما حان وقتها لابد أن ينتظر الإنسان وأن يعمل كل ماذا؟ يهيئ كل الأجواء من أجل هذا الأمر، لكن لا يقنط من رحمة الله تعالى، فإن رحمة الله كبيرة وإن رحمة الله عظيمة. هذا هو الدرس المستفاد من وراء كل هذا. زين، تأتي إلى الآية الكريمة، شو تقول؟ تبدأ تقول وأوحينا إلى أم موسى. وبداية الإيحاء ما هو؟ الإيحاء يقولون هو الكلام الخفي. أوحيت إليه يعني كلمته كلاما خفيا، هذا هو الإيحاء. والإيحاء على أقسام، وبعض الناس ترى مو فاهمينها أو لا يريدون أن يفهموها، يفهمونها، ولذلك الشوفة يخلط في مسألة الإيحاء. يعني مثلا يجي يقول أنتم تقولون أن أئمتكم يوحى إليهم مثلا، وهذا شنو يقول؟ هذا شرك، لأن هذه من وظائف النبوة. هذا عنده خلل في فهم معنى الإيحاء، لأن القرآن يبين أن الإيحاء مو بس يقتصر على من؟ مو بس يقتصر على الأنبياء. أم موسى يقول وأوحينا إلى أمي موسى، أم موسى بعد نبية؟ مو نبية. إذن الإيحاء لا يقتصر على الأنبياء. القرآن يقول وأوحى ربك إلى النحل، حشرة الله يوحي لها، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. هذا بعد إيحاء. زين، شنو إذن معنى الإيحاء هذا؟ أكو خلط في المسألة. الإيحاء أقسام، تارة يكون الوحي بمعنى نزول الملائكة أو نزول جبرائيل على الأنبياء لإخبارهم بوحي السماء من قرآن أو ذكر أو أحكام أو نحوه. هذا بالفعل يرتبط بالنبي صلى الله عليه وآله. وجبرائيل ما هو إلا ماذا؟ ما هو إلا رسول ينفذ ما أمره الله به، عباد مكرمون، عبر عنه القرآن. وهذا لا يكون إلا للنبي، هذه عقيدتنا، هذا النوع من الوحي لا يكون إلا للأنبياء. ولذلك وظيفة جبرائيل تنتهي بماذا؟ بموت النبي صلى الله عليه وآله. وظيفتك مبلغ لماذا؟ لوحي السماء، تنتهي بهذا الأمر. ولذلك انت شوف حتى الروايات اللي تصف جبرائيل أو تتحدث عن جبرائيل، يقول هذا آخر نزولي إلى الأرض، آخر نزولي إلى الأرض بالوحي. يعني ممكن هو ينزل إلى الأرض لكن بغير شنو؟ بغير الوحي، يعني ما بها مشكلة. آخر نزوله إلى الأرض بالوحي، ولا بغير الوحي لا، ممكن ينزل على الأئمة، ينزل على فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، يصلي فاطمة، يكلم فاطمة، ما يكون مشكلة. لكن مو وحي من جنس وحي الأنبياء، لذلك احنا نفرق في هذه المسألة. ولا يزايد علينا أحد في القضية، يعني نحن لا نرفع أحدا على رسول الله في مقام النبوة بحال، لأن البعض شوي يحلو له أن يأتي بسيناريوهات معينة يتهم بها الشيعة، يقول هاي بآخر صلاتهم يرفعون يدهم ثلاث مرات، شي يقولون؟ يقولون خان الأمين، خان الأمين، خان الأمين. منو الأمين اللي خان؟ يقول لأن جبرائيل الله كلف بأن ينزل بالدعوة بالنبوة على محمد، خلى محمد وراح نزلها على منو؟ على علي. هاي جبرائيل يعني يعمل لصالح روحه لو يعمل لصالح الله؟
وشلون يخطئ بين محمد وعلي؟ إذا هذا جبرائيل يخطئ من الذي يصيب؟ إذا جبرائيل هو المخطئ من الذي يصيب؟ وما يعرف يميز هو بين واحد عمره 40 سنة وبين واحد عمره 7 سنين؟ هاي الدرجة ما يقدر جبرائيل يميز بين محمد وبين علي. والله يدري لو ما يدري، هاي السؤال الأكبر. الله يدري أن جبرائيل راح يخونه لو ما يدري؟ إذا يدري خول ليش ينزله بعد؟ وإذا ما يدري هذا مو الله، هذا شي ثاني، مشكلة يعني. وماشية وتقال وتذكر إلى الآن بالفضائيات للآن. هل هؤلاء هاي صلاة الشيعة تنقل في أكثر من مكان على الهواء مباشرة وكل يوم تشوفها؟ هاي بالنهاية يقولون خان الأمين لو شنو يقولون؟ واضح. وعفي عليهم يعني هالشيعة إذا راح يمارس تقية بصلاته والبي يصلي 5 صلوات، راح يصليهم قدام الأوادم وبعد راح البيت يصلي غيرهم؟ نخلق احنا هالسوالف يعني؟ تكفيني 5 صلوات، مو اروح اصلي 5 للناس و5 بالبيت؟ هذا الحكي ما ينطلع على احد يعني. مشكلة. بس هو هذا الذي ماذا؟ الذي لا يريد ان يعرف الحق، او هو يعرف الحق لكن لا يريد ان يصل الحق للناس، وهنا المشكلة. على كل حال، فهالنوع من الوحي ليس إلا للأنبياء. أكو نوع ثاني من الوحي بمعنى الغريزة، الغريزة التي أودعها الله في بعض مخلوقاته، كما قال حول ماذا؟ حول النحل: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. طبيعتها هكذا، هي غرائزيا وجدت هكذا. فالوحي هنا بمعنى إنفاذ الغريزة، أي نوع ثاني من أنواع الوحي. نوع ثالث من الوحي اللي هو هاي تقصده الآية التي بدأنا بها موضع البحث: وأوحينا إلى أم موسى. هذا لا وحي نبوة ولا وحي غريزة، هذا وحي شنو؟ هذا يسمونه إلقاء في الروع. يعني أنت ممكن اليوم تقرب المسألة تقول هاي حاسة سادسة، لكن تحت عناية من؟ تحت عناية الله جل وعلا. هذا هو معناها، أنها يلقى في روعها أن تصنع شيئا معينا، الله تعالى هو الذي يسددها لهذا الأمر فتصنعه، فتقوم به لهذه المسألة لأن الله سددها. هنا هاي المرأة عاشت معاناة، ترى عاشت معاناة. لك أن تتصور حال امرأة تعيش في جو يقتل فيه من الأطفال 90,000 طفل، 90,000 طفل كما مر علينا، وهي تضع وليدها، ولما تضعه ظل عندها ترى 3 أشهر يقول الرواية، بس كانت تتخوف عليه. أنت تعرف الولد إذا يصيح بالبيت الصغير الكل يأنس لصراخه لصياحه، كل واحد يريد يسكته من جانب. هاي المرأة لا، صراخ ولدها، بكاء ولدها كان شنو؟ كان يزعجها، كانت تخاف عليه، لأن بمجرد يسمع صوته راح يؤدى به إلى شنو؟ إلى التخلص، إلى القتل بعد، إلى الذبح، ما أكو غير هذا. فعاشت الاضطراب، لله كان يعلم بما في قلبها. شوف ترى آيات أخرى تبين موقفها بالقرآن وحالتها: فأصبح فؤاد أم موسى فارغا. تعبير جدا دقيق إلى أبعد الحدود. زين، 3 أشهر ظل عدها إلى أن أوحى الله لها هذا الأمر: وأوحينا إلى أم موسى. البعض يسأل يقول ليش ما ذكر اسمها القرآن؟ ليش ما ذكر اسمها؟ ما محتاج القرآن يذكر اسمها، لأن القضية ترتبط بمن؟ ترتبط بموسى. القرآن مو كتاب تاريخ حتى يأتي عنوانهم شقد، بيتهم فوين، اسم أمه كذا، اسم والده كذا. القرآن مو كتاب قصص، وإن تعرض للقصص
لكن يأخذ من القصة شنو؟ يأخذ العبرة، يأخذ التربية، يأخذ الهدي منها. أما تفاصيل القصص ما إلى القرآن داعي فيها، ما إلى شغل فيها، ليست من وظيفة القرآن. وبعدين احنا عرفنا اسمها، لو ما عرفنا اسمها ساي لا راح يدخلنا شنو الى جنة ولا راح يخرجنا من نار. اي نوع من الاسئلة اللي لا تودي ولا شنو ولا تجيب، ما لها فائدة. شنو الفائدة منها؟ ما لها فائدة. الفائدة بالعبرة، الفائدة بالعبرة. لذلك القرآن يريد أن يضعك على ماذا؟ على الأهم دوما، ويعلم الإنسان أن يعيش حياة الفاعلية والهادفية، وأنه يلتفت دائما إلى عظائم الأمور ويسحق كل حقير من الأمور في طريقه فلا يلتفت إليه. هي التربية التي يريدها القرآن. فيقول وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. الإرضاع له أهميته، الإرضاع له أهميته، مو لأنه غذاء بس، ومن جانب غذاء، غذاء مادي أيضا، إلى جانب أنه غذاء مادي فهو غذاء شنو؟ معنوي. غذاء مادي يقول العلماء، لما تنظر إلى علماء الطب والمتخصصون في هذا الجانب شو يقولون؟ يقولون أن هذا الطفل ترى على مدار سنتين يرضع من شنو؟ من ثدي أمه. لما يرضع هاي كل غذاء من الحليب يتلقاه لا يشبه الغذاء الآخر. هاي مو تدل على عظمة الله؟ وفي كل شيء له آية، تدل على أنه واحد. يقول أفرض هاي على مدار السنتين كل يوم يرضع، إيش كم مرة تقريبا؟ 4 5 6 مرات. كل رضعة طوال هالسنتين في كل يوم لا يوجد رضعة تشبه الرضعة الأخرى في مذاقها. كل مرة ياخذ نكهة، كل مرة ياخذ طعم جديد في كل مرة. يقول حتى لا يمل، شوف رأفة الله بنا، شوف نعم الله علينا، حتى تعرف شلون خير الله إلينا نازل، وبالمقابل شنو؟ للأسف شرنا إليه صاعد. لابد أن يتأمل الإنسان في عظمة الله وفي نعم الله عليه. زين، فإلى جانب أنه شنو؟ أنه غذاء مادي، كذلك هو غذاء شنو؟ معنوي. لأن هاي أخلاقيات الأم، ترى طباع الأم تنتقل إلى الولد من خلال هذا اللبن، من خلال هذا الحليب. ولذلك بالحديث النبي شي يقول لا تسترضع الحمقاء فإن اللبن شنو؟ يعدي. يقول هاي المرأة الحمقاء لا تسترضع، تخليها ترضع، لأن لبنها يعدي، ممكن يصير أحمر. فأكو خصائص تنتقل بهذه الطريقة. النبي يقول لا يوجد لبن أفضل للولد من لبن أمه. ولذلك شوف أنت، يصر الفقه الإسلامي المشرع الإسلامي على أن يجعل الرضاع حق من حقوق من؟ من حقوق الولد على أمه. ومع ذلك يقول هاي الأم لها أن تطلب على رضاعها شنو؟ أجرة. يعني من حقها أن تقول أنا لا أرضعه إلا بماذا؟ إلا بأموال. سيفرض هالحق إلها الشرع، يعطيها هالجانب هذا. زين، فشوف مسألة الرضاع مهمة، ولذلك ذكرها القرآن صراحة. الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. آية أخرى تقول وحمله وفصاله 30 شهرا.
صارت فيها قضية عند الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه, أن بزمن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب جاءوا بامرأة ولدت لستة أشهر وادعوا عليها أنها قارفت الفاحشة والعياذ بالله, والخليفة عمر أمر بأن يقام عليها شنو؟ قام عليها الحد بلا تعليق. على كل حال طلعينها يقيمون عليها الحد. أنت تعرف هو المكان بعد رسول الله, ما أقدر ما أعلق عليها, لازم أرجع. المكان اللي يشغله رسول الله بعد النبي لا بد من أحد يكون بنفس الكفاءة التي كان بها رسول الله. إذا ما يكون بنفس الكفاءة تأتي لك مثل هذه النتيجة, تأتي لك مثل هاي الأمور. إجا الإمام علي ولا جارينها, شنو هاي يقام عليها الحد؟ ليش بالله؟ شو اللي صار؟ قال هاي ولدت لستة أشهر, المفروض توصل إلى كام؟ لتسعة. حتى قبل التسعة بشوي, بس مو ستة, ما يصير جنين كامل. قال الإمام علي من يقول الحج؟ الحج من يقول؟ قال ردوها, رجعوها, دخل على الخليفة عمر. قال شنو القضية؟ قال هاي ولدت لستة أشهر, ما يصير. قال يصير. ليش ما يصير؟ القرآن يقول وحمله وفصاله كم شهر؟ 30 شهرا. الآية الأخرى شي تقول؟ الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. حولين كاملين, الحول كم شهر؟ كم شهر؟ 12 و12 كم؟ 24 باقي 30 كم؟ 6. صار صح لو ما صار صح؟ قال لولا علي لهلك عمر. وإذا بها تذكر في قضاء وفي أحكام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب, وفيما اعترف به من الخلفاء أو الخلفاء في فضل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. على كل حال, يقول الإمام الصادق سلام الله عليه, طوبى لمن كانت أمه عفيفة. العفة من وين يأخذها؟ يأخذها من الرضاع, من لبن أمه يرثها. الإمام الصادق أيضا يقول شنو؟ إذا وجد أحدكم برد ولائنا أهل البيت في قلبه فليكثر الدعاء لأمه فإنها لم تخن أباه فيه. يقول هاي علامة على طهر مولده, هاي علامة على أن البيئة التي تكون منها بيئة طاهرة, بيئة نظيفة. شوف الشاعر يستعيرها المعنى هذا, ترى يجيب لا عذب الله أمي إنها شربت حب الوصي وغذتني في اللبن وكان لي والد يهوى أبا حسن فصرت من ذي وذا أهوى أبا حسن. اللهم ثبتنا على ولايته وعلى البراءة من أعدائهم ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. ثانيا وثالثا بأعلى أصواتكم. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم, فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. هذا الذي وقع في روعها, أن تأتي بتابوت وأن تجعل الولد في داخل تابوت, هاي الصندوق الصغير اللي ظل بعدين ترى عند بني إسرائيل يتبركون به. لأنه شنو؟ لأن العلاقة بمن؟ بموسى. اللي اليوم يجون ويقولون التبرك بآثار الأولياء حرام, سموا هذا الأمر. يذكره التاريخ ويذكره القرآن وتذكره الروايات, بس إذا يجي صوب أهل البيت يصير حرام يعني؟ على كل حال, أخذته وضعته فيه. تتصور أم تقذف ولدها في النهر,
ترمي بالنيل. شنو تتصور حالها؟ شنو تتصور قلبها يعني في وضع مرعب يهدد بذبحه في كل ساعة ومع ذلك ترمي بالماء، مع ذلك ترمي بالنهر؟ زين، أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. بالفعل شالت رمت باليم، ولذلك اسمه موسى. موسى باللغة العبرية يعني لفظة موشي، فمو هو الماء والشي هو الشجر، الشجر والماء صار اسمه من نفس الحادثة موسى. زين، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. تأتي البشارة من الله، ولا تخافي ولا تحزني. شنو النتيجة؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. شنو النتيجة؟ إنا رادوه إليك. مو بس راح الرجعة، احنا أخذنا طفل راح الرجعة. شنو راح الرجعة؟ نبي، ومو بس نبي، من أنبياء أولي العزم، من أعظم الأنبياء. شوف عناية الله بأوليائه، هكذا يعتني الله بأوليائه، هكذا يعمل الله، هكذا يريد الله جل وعلا، وهذا الذي كان لها بالفعل. زين، شوف مكر الله تعالى، وصلنا للنتيجة. مكر الله عز وجل، يأتي هاي فرعون اللي جاي يناطح الله ويحارب الله جل وعلا. تاليها القناة تأخذ وين هاي؟ وين تصير براس فرعون بعد؟ قلت لك ويمكرون ويمكر الله والله خير ماكرين. القناة تأخذ هاي، النهر يأخذ مجرى الماء إلى قناة معينة تصب في داخل حديقة قصر فرعون. فرعون قاعد بالحديقة يشوف شيء يمشي. شنو هذا؟ قام شافه، وإذا صندوق، فتح الصندوق وإذا به طفل صغير نائم. المفروض شو يسوي فيه؟ هاي لقمة سائغة وجاءت بنفسها، بارد على البارد المستريح، ما مطاردين وراها ولا ملاحقين وراها، جاء إلى حتفه بنفسه. ألقى الله تعالى حب موسى في قلب فرعون، رأسا شالة. هاي اللي قاتل 90,000 طفل، شالة وضعه على صدره، صار لا ينام فرعون إلا وموسى على صدره. شايف شلون؟ شوف مكر الله تعالى وين. يقول الإمام الحسين: من أراد أمرا بمعصية الله كان أفوت لما يرجو وأسرع لما يحذر، وظل يتعاهده كبر عنده، إلى أن بالنهاية هو الذي أعان على نفسه. بماذا؟ بنفسه. هو الذي ربى في بيته من أغرقه ومن أطاح بكل ملكه، وبعدين رجع لأمه. ماذا؟ رجع لها نبيا من أعظم الأنبياء، فقرت عيونها به. زين، بعد أن احتسبته عند الله تعالى، احتسبته عند الله، عاشت هدفا ساميا، الله تعالى عوضها، عوضها بالدنيا، وإلها تعويض وين؟ وإلها تعويض بالآخرة. بس أكو ترى نساء لا يوجد لهن تعويض إلا بالآخرة، لأن لما قدمت أولادها ما رجع أولادها. شوف مجال الألم عندها أكبر، ومجال اللوعة عندها أكبر. هي أيضا ما قذفت واحد، قذفت أربعة في يم الأحزان، في يم الأشجان، في يم الطفوف في كربلاء، بعثتهم أربعة أربعة. اليوم مر علينا حدثها ووفاتها. زين، أي لما أرسلتهم قالت لهم: لا تبقون، لابد تنصروا حسينا سلام الله عليه، هذا ابن النبي. صحيح أنتم أبناء علي بن أبي طالب، بس هو ابن من؟ هو ابن علي وابن فاطمة. زين، وكان عدها أربعة مثل الأقمار، ترى تشير رأسها إذا واحد يقول لها شنو. أم البنين ترتاح، شقد ترتاح إذا تسمع عدها أولاد أربعة بعد، ومو أي أولاد،
أبناء علي بن أبي طالب كأنهم الأقمار، سيدهم وزعيمهم باب الحوائج قمر العشيرة أبو الفضل العباس. فإذا وحدة أو واحد يناديهم البنين تفخر بذلك، بس هذا متى؟ قبل الطف أو بعد الطف؟ ترى قبل الطف، بعد الطف ما عدها أولاد، ترى ما عدها أولاد. ولذلك بعد الطف تمر بها امرأة، كيف حالك يا أم البنين؟ صاحت لا تدعوني. يقول لا لا خلص بعد، شلون ألم هذا؟ ألم يألمها أنت؟ شايف هاي حتى بمجتمعاتنا موجود ترى. إذا عندك امرأة الله يربط على قلوب الفاقدات، تعدها ولدها الأكبر وتسمى باسمه، إذا لا سمح الله يموت الناس بعد ما ينادونها باسمه، يقولون خاف نألمها، خاف نأذيها. زين، فكانت أم البنين ما تقبل بعد ذلك. مرت عليها امرأة، كيف حالك يا أم البنين؟ قالت لا تدعوني. تقرأ وياي لو لا؟ على حسابها الطاهرة هذه، إلنا حوائج. اللهم فرج عنا وعن أهلنا وعن المؤمنين بها يا رب العالمين. لا تدعوني، لا تدعوني، ويك يا أم البنين تذكريني بليوث. أسمع صوتك عريني، كانت بنون لي أدعى بهم، واليوم أصبحت ولا من بنيني، أربعة مثل نسور الربا قد واصلوا الموت بقطع وتيني. يا ليت شعري كما أخبروا بأن عباسا قطيع اليدين. هل لو عمتها بدأت بعد أن دخل بشر بن حذلم إلى المدينة ينادي يا أهل يثرب لا مقام لكم بها. صاير قال قتل الحسين فأدمعي مدرار، الجسم منه بكربلاء مضرج وويلا، والرأس منه على القناة يدارو يدارو. والله لا حب ذلو لو ظل نادي الهاشم، حط العزا ونصبو على حسين المآتم. صوتك أسمع، هذا علي خلف البلد ويا فواطم، ومن الحزن والقهار ما ظن تعرفون أبدايان، فلا ظلت مصون في خدرها إلا طلعت وارض المدينة انترس برها، راحوا إلى الزهراء يعزوها بقبرها، ورجالهم قبر النبي متحاولين. يقول حاديت محلة بني هاشم، لما وصلت إلى محلة بني هاشم أنا على ظهر ناقتي، يقول صحت يا أهل يثرب لا مقام لكم بها. يقول انفتحت الأبواب شوية، تعرف هاشميات علويات مخدرات طالبيات، عندهم أدب رفيع، مو كل شيء يخرجهن من بيوتهن. يقول أخذن ينظرن إلي، يقول لكن لما قلت قتل الحسين، يقول وإذا برنة من داخل الدار جفلت لها الناقة من على الأرض، يقول رنة واحدة صوت واحد نحبة واحدة، وسيداه وحسينا. يقول وانفتحت الدار عن امرأة وقور تقوم وتتعثر والناس تفرج لها، يظهر جليلة يظهر عظيمة يظهر كبيرة، أقبلت إليه تسعى والناس تفرج لها سماطين، كل واحد يقول وخر وخر وخر، خل الطوف أم البنين، خل تأتي هاي المرأة. وهي جاءت شيعها إلى بشر بعد وصلها، تصيح
حب الله بالله دف رجوله والله خلاه ينزل عن ذلو بارك الله والله ما سايلة أنا بسايلة يا وبستمع قولة يوم التقى يا وهناك التقى والله التقى وذولا بذولا والله عبايا يا أبو فاضل باب الحوائج قمر العشيرة عباس راع الزاد يا له يقول وصلت إلي سألت رجلا قال كان إلى جانبي من هذه المرأة قال يا بشر لعلك تجهلها ما تدري هذه منه هاي جليلة شريفة هاي ضجيعة علي بن أبي طالب أم العباس وإخوة العباس يقول سلمت عليها ردت علي السلام خفرة مدللة عظيمة يقول جئت أهيئ لها أقصت لها مصاب أبنائها ما يصير خطية أخبرهم عنها أخبرها عنهم كلهم خاف تموت هذه بعد يقول جئت أقصت لها المصاب أم البنين سيدتي عظم الله لك الأجر بولدك يا عبد الله قالت ما سألتك عن عبد الله عظم الله لك الأجر بولدك جعفر قالت هل رأيتني سألتك عن جعفر عظم الله لك الأجر بولدك عثمان قالت ما سألتك عن عثمان اخبرني عن أبي عبد الله الحسين أهو حي أم ميت كانت مدهوشة وإلا الناعي هو كان يقول قتل الحسين بس المرأة كانت مدهوشة قال وعظم الله لك الأجر بقمر العشيرة أبي الفضل العباس يقول الراوي فانكسرت والتوت وسقطت العصا من يدها ثم سقط طفل كان على كتفها أي الفضل ترى ابن أبي الفضل العباس سقط على الأرض فتناولته امرأة أخرى وضعت يدها على قلبها صاحت آه يا بشر قطعت نياط قلبي ما سألتك عن العباس ولا عن غير العباس اخبرني عن الحسين اعلم ان اولادي وجميع من على الغبرة فداء لأبي عبد الله اللي طلعني من بيتي واحد ترى هو الحسين مو غيره تدرش قال قال ام البنين خذي حجرا من الارض وصكي به جبينك قالت ويلك لماذا قال وعظم الله لك الأجر بالحسين لطمت على وجهها وصاحت وولدها وحسينا يا قوضي يا خيام عليا نزار فلقد قوض العماد الرفيع واملأ العين يا أمية نوما فحسين على التراب صريع فتك العصفور بالنسر فيا للعجب قتل الشمر حسينا غيرة الله اغضبي حيدر آجرك الله
بعالي الرجب أدرك الأقوام فيكم ثار بدر وحنين. آخر كلمة ولو طولت عليك شوية تحملني شوية. آخر كلمة يقولون قامت تهرول إلى أن وصلت إلى دار الحسين. منو في دار الحسين بعد؟ في دار الحسين زينب وأخوات زينب. زينب قالت ما أريد أحد يدخل علينا بعد، لقد خزينا من كثرة النظر إلينا، إذا جت وحدة معزية ما أريد أحد يدخل، أريد أبكي لوحدي على الحسين سلام الله عليه. شوية وإذا بالباب تطرق، جاءت الجارية قالت أكو امرأة على الباب، قالت لا نريد أحد يدخل علينا، قالت ألحت بالدخول، قالت سليها من هي، وقفت وراء الباب من بالباب، قالت أنا شريكتكم في المصاب، أنا أم البنين. ما سمعت زينب أم البنين جاية يقولون قامت تهرول، فتحت الباب لها شافتها زينب تريد تسليها، صاحت وأخاه وعباسا. أم البنين قالت لا يا زينب، هالبيت ما أكو فيه إلا رنة واحدة بس مو غيرها، شنو هالرنة وولداه وحسينة. قعدت على الباب، قومي دخلي إلى الدار، قالت ومن ذا الذي بقي إلي فيها، ترى ما عندي أحد، أنا لقعد أنا لقعد على درب الضعون، أسايل اليرحون ويجون كل من لها غياب يلفون، وأنا غايب باللحد مدفون، متى تجون يا رجالي متى تجون، والله حرمة 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 وحيدة لا تقطعون، ألا لا تزان الدار إلا بأهلها. على الدار على الدار على الدار من بعد الحسين سلام. إلهي باسمك العظيم العز الأجل الأكرم يا رب العالمين، حرم أجسادنا على النار. اللهم فك كل أسير، ارحم كل شهيد، واحفظ حماة الدين المخلصين العاملين يا رب العالمين. المؤسسون تقبل اللهم عملهم ضاعف أجرهم. إخواني الحاضرين احفظهم فردا فردا. من أوصاني بالدعاء اللهم اشف مرضاهم، ألبسهم ثوب الشفاء والعافية، صب عليهم العافية صبا، قر عيون أهلهم بهم يا رب العالمين. رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات وسائر بلاد المسلمين. فرج عنا فرجا عاجلا قريبا كلمح للبصر أو هو أسرع. اللهم ادخلنا في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأخرجنا من كل شر أخرجت منه محمدا وآل محمد. إلى أرواح موتانا موتاكم موت المؤمنين والسامعين، لا سيما موت المؤسسين، نهدي للجميع ثواب المبارك الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.